صباح النور، كيفك اليوم؟ إيجابيين، والآن الرياضة ستزيدنا إيجابية، مفروض نكون هيك. شو عنا اليوم؟ اليوم بدي كمل، لأنه وعدت المشاهدين جمعة الماضي أن نكمل الحلقة، لأنه كنا عم نحكي عن وجع الظهر، حكينا عن بعض الأسباب بتوجع الظهر، الأربعة حكينا عن التمارين اللي هي ممكن ترخي العضل، اليوم حنحكي عن تمارين بتقوي العضل. يعني على طول الأشخاص اللي بيوجع ظهره بدون يعرفوا مضطرين نحن نقوي عضلة الظهر، نرجع نرخيون. يعني كل الأشخاص اللي بيلحقونا على الفيسبوك أو على الإنستغرام أو على اليوتيوب مضطرين نعمل حلقة اليوم قبل ونرجع لحلقة الأربعة اللي هي كانت هي عن الإسرخاء أو الستريتشنج تبع حركة الظهر. أوكي، تقوية العضل ومن ثم الإسرخاء على طول. يعني ما فينا يكون عنا بس عم نرخي عضلة ظهرنا. أوكي، اليوم اللي حأعمله هن ثلاث تمارين. أول تمرين كلنا فينا نعمله، تمرينين البقوي حيكون مقسمين ليفل 1 2 اند 3. ليفل 1 هن الاشخاص اللي عندهم وجع كثير، ليفل 2 هن الاشخاص صاروا شوي احسن في وجع، ليفل 3 هو للاشخاص اللي ما عندهم بقى وجع. اوكي، مراحل ثلاث نبدا بها. اوكي، على طول بده يكون عنا مات فيها تكون حيلا سجاده على الارض بقطه القعده، بس انه الشيء يكون قاسي. اوكي، الاشخاص بتوجع ظهره حاطلب منهم يحطوا لي مثل مخده حدهم صغيره او منشفه صغيره. اوكي، سو اول شيء نعمل تشاي بوز، بمد قد ما فيني ايدي وبرجع ظهري لورا لحتى قد ما فيني رخي كل عضلات الظهر. بقعد 10 ثواني، برجع بتنفس، بجيب ايدي تحت كتافي، ركبي تحت ماي هيب بونز، بطني بلعته راوند اباوت، بقوس ظهري كانه بصين عند بخ، اند ببلع بطني ستوب هير. اجين راوند يور باك اند ستوب هير. اكيد اذا بطل عندي وجع ظهر فيني اعمل ارش باك، بس اذا حدا عم يوجع ظهره بليز يوقف هون. برجع بعمل تشاي بوز وحنبلش هلا بالتمارين. دونك هون بس كنا عم نرخي شوي عضله الظهر. سو الاشخاص اللي عندها مشكله ظهره انا بطلب مني نحط منشفه تحت الحوض تبعيتهم مشان ما يكون ظهرهم عالي. سو مضطرين يجيبوا المنشفه يحطوها تحت ظهرهم، يشدوا عضله المؤخره لحتى قد ما فيهم يكون ثابته على الارض. بجيب ايدي بحطهم تحت راسي. اوكي، بعلي الاجر اليمين، بشد المؤخره، بنزل، انهيل، بتنفس، باخذ هواء، اند تو. هيدي الحركه هي للمبتدئين او لكل الاشخاص اللي هي بوجع ظهره، بعملها مثلا 20 مره يمين شمال 20 مره. برجع بجيب ايدي الجاي بعدن على الارض، شد المؤخره، بعمل اليمين، لاحظتوا راسي منه على الارض، سو بده يطلع راسي مع ايدي، شاده عضله متاخره، بلع بطني قد ما فيني، كمان بعملها 20 مره. فينا نرتاح لنعمل ليفل 2 اللي هي بنبلش نحرك العضلتين مع بعض. ليفل 2، سو من هون ببلع بطني كمان، اليمين مع الشمال، شمال مع اليمين، اوكي؟ على طول نشتغل اوبوزيت. هيدي كليفل 2 يعني للاشخاص اللي هم بطل عندهم كثير وجع صاروا شوي احسن. سو الاشخاص اللي صاروا ما في وجع عندهم اب، بشد كل شيء، بقعد 10 ثواني اند ريلاكس داون. اجين انهيل. سو المنشفه اذا هي زعجتكم فيكم تشلوها بليفل 3، بس ليفل 1 يعني للمبتدئين نرجع على طول بنحط المنشفه. هاي كانت اول حركه. ثاني حركه بيجي لهون. اوكي، سو بعلي اوبوزيت هاندز اوبوزيت ليج، لاحظتوا الجاي وايدي مش مرخيين، بحط بعد بقعد 5 ثواني، برجع بحاول اقوس ظهري، بجيب رقبتي كمان لجوا، البوز تو ذا ني، يعني ركبتي عم تدقر كوعي، اند اي هولد هير. كمان بعملها 5 مرات، بتنفس وبطلع هون الهواء لبرا. اجين انهيل، بعملها 10 مرات كل ميله. اوكي، دائما يجب المحافظه على نسق التنفس اكيد لحتى نقدر ناخذ قد ما فينا ادفانتجز، قد ما فينا منافع من الاكسرسايز، ما يكون ضغط على نفسي. اوكي، ستريتش باك. نرجع للحركه الثالثه. اوكي، سو بجيب ايدي هون، هون كمان ليفل 1، بليز برجع بحط المنشفه، بحط صنديحتي على الجبين على ايدي. اوكي، اذا في اشخاص بحطوا عوانيت بيشيلوا عوانيت. من هون ببلش اعمل سويمينج، اكيد بلع بطني، شدي المؤخره قد ما فيني، هيدي ليفل 1. اوكي، برجع بعمل ايدي لحالهم، بعدني ليفل 1، ساعه بحرك الظهر السفلي، ساعه بحرك ظهر
من فوق. اوكي ليفل 2 بلش اب اند داون اب اند داون. ليفل 3 اخر وحده بنبلش نعمل سويمينج ايدي واجري مع بعض. اوكي بعملها كمان 20 ثانيه اند اي ريلاكس. اوكي سو هون اي سويتش. سو عملنا ثلاث تمارين. اوكي ببينوا يمكن شوي للمبتدئين بس انا بدي اقول شغله. اليوم نحن حكينا عن عضلات متصله بالعمود الفقري، يعني كل الاشخاص اللي عندهم مشكله بظهرهم بدهم يعرفوا نحن بنعمل عضلات المتصله بالعمود الفقري بس في كثير اساس بعد. سو المفروض بالجمعه الجاي نقدر نحكي عن عضلات البطن، عن عضلات الفخاد من هون وعن عضلات مؤخره. سو كل ما نحن بنكون عم نقدر نشتغل عضلات اكثر اللي هي عضلات الكور، يعني هن البطن الفخاد من وراء المؤخره وعضلات الظهر كلها، كل ما نحن بنكون مرتاحين. اوكي سو فيني هلا افتكر بعد معي دقيقه اعطيهم شوية ارجع تمارين زياده. اوكي سو وصلنا لهون فينا اذا بلشنا نحس حالنا احسن لما كنت هون اي تاتش اب اند داون. اوكي بنزل اب اند داون. سو كل ما اكون عم شد بطني وظهري لاحظتوا الحوض ما عم بيلعب. سو في اشخاص يمكن تعمل هيك بحوضه، ما بدنا هيدا الشيء، بدنا عم نكون ممتلكين. سو مور ادفانس اذا قادره بعلي حتى اصابيع الجاية عن الارض. بهالطريقه بلشت شغل الهامسترينج اند glutes. ثاني ميلي كمان فروم هير داون اب. اكيد ما بيهمني اطلع هيك لان هون بكون عم بقوس ظهري، على طول بدي اوصل بموازيه عظمه الخصر. And I hold كمان more advanced بلش شيل اصابيع الجاي عن الارض لاتكل اكثر على الهامسترينج، يعني عضله الفخذ من وراء. اوكي نعم نحن نوصي مشاهدينا دائما بالحفاظ على ممارسه الرياضه خاصه في فتره الحجر المنزلي. خلص وقتنا بالفقره الرياضيه، انا بدي اتشكرك المدربه الرياضيه روان نصر الدين، شكرا لك. فاصل نتابع بعده مع كيف نحول ديكور بيتنا الى مكان مريح وايجابي في فتره الحجر الصحي، انتظرونا.